إلى الشاعر سيد أحمد بكر. تراثي في عندنا انواع من الشعراء يا دكتور. في شاعر تراثي بيحب التراث، في شاعر صوفي زي الاستاذ جلال. يعني اكتب انت قبليه يعني الصفه دي يبقى الناس تعرف. ارجع حاجه ثانيه، الحكايه من البدايه لما كانت بالتفاعل والحاجه بتتباع جدودها والحنه بتطيبت جدودها، شارع عدت فين وطارت تجري من بيتها لغيطها تجمع الزرع اللي فايت عود اخضر زي عوده بدا للايام يعوده او يموتوا البشاير. يا حمام الماضي رفرف وبعد الزيت رفرسان لما كان الدم رفرف والوداد نار الضمائر. طب طريقنا تحت صفيح، طب طريقنا جت حلال طارد الاوباع وحي جرده في دماغه وغالي. ثم قالوا هي فتره، مره قالوا لا عزيزه لا بهيه، والقضيه هي بنت اللي خلفت مليون مسالم. يا حرارة كتير عليها اللي يغمض عينيها واللي يكتف بيها واللي يهجمها بستاره، والقضيه هي هي بعد ما جرحوا الصبيه قالوا كاس على الناس. شكرا للشاعر سيد أحمد.